اهلا وسهلا بمشاهدينا. رجعنا من الاستراحه، بدانا في الكيك اللي بجوز الهند. قلنا لكل محبي جوز الهند ولكن بنسبه بسيطه للي مش بيحبه علشان يستسيغوا الكيك ده. ان شاء الله يا رب يعني الوصفه تكون بسيطه وسهله. اتكلمنا عن الاساسيات اللي بنعتمد عليها في نجاح الكيك كمكونات، حاجات ما نلجاش ليها وهي في الفرن ونخلي بالنا منها اثناء الخفق، وانواع الدقيق اللي ممكن نستخدمها بتبقى يعني لو يعني زودنا في الخفق شويه يبقى الدنيا معانا امان. وهنبدا دلوقتي نعمل وصفه حادقه. في اصدقاء كتير يحبوا قوي البسكوتات الحادقه، يحبوا جدا بعيدا يعني عن الاصناف اللي احنا عارفينها زي الحاجات اللي فيها منين وحاجات حادقه او القرص او غيره. في عندنا بسكوت جميل جدا هنعمله بالزعتر. احنا دايما بنستخدم الزعتر ده في بعض المطاعمات يعني تتبيلات وحاجات، لكن ممكن نعمل بيه طبعا الزعتر السوري او الفلسطيني رائع، ونعمله بقى مع زيت الزيتون ويتاكل، ونعمل بقى اصناف فيه بتبقى متالق جدا. لكن انا عايز استخدم الزعتر ده في وصفه جميله اعمل بيها بسكوت جميل بالزعتر يبقى حادق. ايه المانع؟ تعالوا كده نشوف مقاديرنا هتبقى ايه ونشوف مع بعض ان شاء الله الوصفه تبقى جميله. طيب عندي بسكوت انا هعمله بشكل نجمه او شكل قلب زي ما انتم عايزين، سموه بقى نجوم، قلوب الزعتر، بسكوت الزعتر، بس براحتكم. عندي كوبايتين من الدقيق، هضيف عليهم كوبايه واحده من السميد البسبوسه الناعم اللي هو السامولينا. عندي نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره من الخميره، عندي معلقه صغيره من الملح، نص كوبايه من زيت الزيتون، 3 كوبايات زعتر. احنا قلنا هي كوبايه واحده لانه الزعتر الفريش مش كل الناس هتجيبه يا ندى، فخلينا نكتب نص كوبايه او كوبايه لربع من الزعتر. انا عندي جزء فريش صغير وعندي جزء جاف، عندي حوالي نص كوبايه جاف وعندي حوالي معلقه او معلقتين من الفريش اذا تواجد، معلقه ملح طبعا لرشه الملح، وطبعا ميه دافيه للعجن. اول حاجه هعملها هاخد كده الزعتر ده، انا هنا مسخنه طاسه عايزه ادعم الريحه الحلوه بتاعه الزعتر دي، فهاخده كده في بوله. ده الزعتر الجاف، ده الزعتر الجاف، طبعا انواع الزعتر تختلف ماشي. زعتر البري ده مش المصري، خلوا بالكم الحبه الطويله دي، ده مش المصري. عايزه اقول لكم ده مضاد حيوي طبيعي الزعتر ده، الزعتر ده هي لو تشربوه مغلي. عايزه اقول لكم فوائد الزعتر بقى، ده بيعزز كل حاجه، يعني اولا بيعالج الكحه للناس اللي عندهم مشاكل في الكحه مش عارفين تشربوا ايه، اشربوا الزعتر المغلي ده. بيقوي جهاز المناعه جدا، مفيد جدا حقيقي حتى في وجوده في اكلات او في ان هم بياكلوه كده مع المعجنات الجميله المشهوره جدا. ده كمان ضد الامراض الكانسر او لو في مشاكل في الجهاز الهضمي، الزعتر من الحاجات المفيده، الغازات، الإسهال، أي حاجة من الحاجات دي. عايز أقول لحضراتكم هو ريحته، بصوا ريحة رائعة يعني، بس إحنا بنهمله زي البردقوش. بردقوش برضو مفيد جدا، يعني هنتكلم وهنعمل وصفات حلوة بيه، حاجات مهمة نبدأ بقى نتفاعل بيها في حياتنا بشكل رائع. بصوا ريحته طلعت إزاي، أول ما بتبدأ الزيوت يسخن تطلع الزيوت الحلوة تعزز النكهة بتاعته جدا. أقدر أحط كمية قليلة بس عززت فيها النكهة بشكل قوي، عشان كده إيه ما يفرقش معايا أحط كمية. شوفوا بقى الجمال، خلاص أنا هرفعه بقى دلوقتي هنا على النار اللي خلاص ما فيش هنا نار، أنا رفعته تماما. الله على الريحة لوحدها كافية. طيب هاخد بولة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنشف هنا كده. وهبدا احط بسم الله الدقيق عليه، دقيق السامولينا او السميد البسبوسه، هنقلب كده تقليبه حلوه. هاخد الخميره معلقه، هنقلب تقليبه. لازم السكر معلقه، انتوا ما حطيتوش يا حبايبي؟ طيب انا هحط ربع معلقه صغيره سكر. حطيت عشان بس هي السكر ده نص المعلقه دي هتشغل الخميره ومش هتبان طعمها في البسكوت ما تقلقوش. طيب هروح ضايفه بسم الله الرحمن الرحيم الزعتر اللي احنا حمصناه التحميصه الحلوه اللي حضراتكم شفتوها دي، بسم الله الرحمن الرحيم، رشه بيكنج باودر، هنقلب. هتنسوش ان هو فيه خميره فمش عايزه اكتر البيكنج باودر كده،
وبعدين هنقلب زيت الزيتون معايا، باقي لي الميه الدافيه. لازم ميه دافيه ليه؟ عشان افتح حبات السميد دي. حبات السميد دي برضو سلاح ذو حدين، لانه ممكن قوي تحتاج نسبه ميه على حسب برضو نوع السميد. السميد عاده عشان يتفتح لازم ياخد يا نسبه دهون تفتحه، عشان كده بننقعه شويه. نقول لما بنيجي نعمل معمول او بنعمل اي وصفه لازم نسيب السميد ده شويه في الماده الدهنيه الدافيه دي عشان تتفتح، ونسيبه ياخد وقته. وبعدين بنيجي نضيف السوائل عليه يبقى هو اتفتحت تماما، فما يبقاش فيه خشونه. طيب هضيف كده المكونات الجافه دي، بسم الله، فيها الزعتر اللي احنا اتفقنا عليه وحمصناه، فيها السميد والدقيق والخميره والملح ونص معلقه السكر، وعندي اهو زيت الزيتون، وطبعا عندي كمان زعتر فريش. طيب خلينا الاول نقلب الايه الخليط ده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. هنضيف زيت الزيتون. زيت الزيتون ده بيدي طعم رائع، وبما ان استخدمنا زعتر بقى نستخدم زيت الزيتون. طيب الزعتر الفريش، شويه ميه فاتره، معلش هنقص من ده شويه، انا عايزه احط ميه فاتره، وهحط ميه من الكتل شويه عشان يعني تبقى العجينه حلوه معايا عشان الخميره. بسم الله اهو، ما احطش ميه سخنه لانه في الاخر انا مش عايزه اموت الخميره، انا عايزه الخميره كده تمام. هنصب بقى، بسم الله، خليني انزل الاول الجوانب، انزل الجوانب عشان تبقى عجينه. احنا فين الكف بتاعنا؟ الكف بتاعنا ممكن يكون موجود، نجيبه كده يا مصطفى بعد اذنك. هنزل كده الجوانب كويس. شوفوا انا ليه دعمت الاول بزيت الزيتون، عشان اخلط المكونات الجافه دي مع بعض. وخليني بقى احط الكف عشان ايه يبقى افضل من الشبك، عشان ما احملش عليه العجين. تسلم يا درش. من الناس المحترمين اللي يعني بشكر والده ووالدته على حسن الاخلاق والتربيه حقيقي بجد. شكرا يا مصطفى. كده هنقلب بقى تقليبه حلوه ونزود الميه الدافيه. لا ما تلزقش هنا، ده بيسالوني دلوقتي يقول العجينه بتاعتها ممكن تلزق، لا بس انا لازم اضيف السوائل، ما تتغروش فيها، هوري حضراتكم الفرق دلوقتي ونتكلم عنها. بسم الله. بصوا انا عايزه العجينه كده، انا ماسكاها فيها حاجه بسيطه بس ما بتمسكش في ايدي. ليه بقى الحاجه البسيطه دي؟ عشان السميد هيفضل يمتص في السوائل، فلما يمتص ما يبقاش جاف، ما يبقاش عندي حاسه وانا بقطم البسكوته حاسه ان فيها طعم السميد. لا انا هشيل بقى ده وهوري حضراتكم لما اجي اشكلها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هاخد بقى هنا على الكاونتر الايه، ننظف هنا ثانيه واحده كده، وهبدا انزل العجين. عندي رشه بسيطه خالص من الدقيق، معلش هحط الوسكه هنا وهعمل كده بسيطه كده، بسيطه قوي. وهاخد العجينه دي اهي، طبعا المفروض اسيبها تخمر شويه، اقفل عليها كده ربع ساعه تلت ساعه. شايفين الزعتر بقى عامل ازاي شكله في العجينه؟ الريحه مش قادره اقول لحضراتكم على جمالها. مسحه كده خفيفه
او رشه دقيق تاني لو عايزين، او مسحه بالزيت زي ما تحبوا. وهبدا افرد، نفرد كده بشكل بسيط. شايفين ما بتلزقش زي، بصوا بعمل كده، هي مش بتلزق على الرغم ان انا ما حطيتش دقيق هنا كده. أأمن بس بشويه دقيق حلوين، وهنا كده، وهنعمل كده على الناحيه الثانيه. تعالوا بقى نشكل بالاشكال اللي تريح حضراتكم. العلو يعني نص سنتي علشان هو هيزيد معايا تاني، فما تبقاش يعني البسكوته تخينه قوي، عايزين تحسوه مقرمش رفعوه، عايزين تحسوه فيه طراوه خلوا الحجم مليان شويه مقلبظه اهو كده. شايفين اهم حاجه تبقى مقلبظه. طيب هناخد كده صاج عليه ورق زبده، اديته مسحه بسيطه يعني بالفرشه يا دوب نقطه، عملت كده بس زي ما حضراتكم شايفين، عشان لو ورق الزبده ده ما هوش من الانواع يعني اللي طلع من نصيبي مثلا مش قوي، يبقى انا امنت نفسي وما يلزقش فيه. هاخد بقى الاشكال بتاعه البسكويت اهي. بسم الله، عندي كذا شكل. انا بما اني قلت نجوم الزعتر لازم ابقى قد كلمتي. صح. اهو ادي النجوم، يا سلام هلال، الله اهو شايفين، شايفين الله ريحته جميلة. عايزين اقول لكم التحميصة دي والله والله فرقت في طعم الزعتر، حضراتكم هتاكلوه انتوا بتستمتعوا. وهو غالبا يعني مش يعني يمكن تبقى وصفة غريبة شوية، بس انا عارفة ان في ناس كتيرة من اصدقائنا بيحبوا الحاجات الحادقة اكتر من الحلو، فبرضو نهتم بيهم في فكرة الحادق وحاجات نستفيد منها، ولادنا برضو يحبوها وياكلوها، يلعبوا معانا بقى ويقعدوا يعملوا الاشكال دي براحتهم ويشكلوا يتابعوا، اكيد عايزين يدوقوا. نحط بقى عليهم قطعه جبنه بيضة، نعمل لهم جبنه بالطماطم ونقول لهم كلوها، شويه لبنه ويغمسوا الحاجات دي. هي ندى بتقول لي هي الحاجات دي لما بيساعدوا فيها الاطفال فعلا بيحسوا انهم شاركوا مشاركه مهمه وعايزين ياكلوها ويدوقوها، ويقول لك انا اللي عامل دي، ويقعدوا بقى يشاوروا على الشكل الايه اللي هو تلاقوه معوج كده، ده بيبقوا هما اللي عاملينه يعني. ايوه على يدي. وبيقعدوا يسالوك بقى دي حلوه، تقدرش تقول حاجه، هو حلوه يعني حلوه خلاص ما ينفعش. طيب هنعمل كده واحده كمان، بسم الله. طبعا هنلم العجينه اللي باقيه دي تاني. طب هفترض حضراتكم مش عايزين تعملوا الكميه كلها، هنشيل العجينه دي بعد ما نعملها كوره كده ونروح ايه عاملينها في الفريزر. اي حاجه حضراتكم مش عايزين تعملوها في هذا الوقت اعملوها في الفريزر وشيلوها لوقت تاني تقدروا تستفيدوا منها، ما عندكوش حاجه وتقدروا ما توقفوش نفس الوقفه دي. اهو هجمع بقى العجينه دي الحلوه دي، بصوا العجينه طريه ازاي، هيبان بقى كمان بعد ما بتخمر شويه الربع ساعه دول، بس انا هنا اديتها سوائل، خليتها زي ما بيقولوا كده ايه، خليتها الاول مايعه سنه يعني ما هياش ماسكه نفسها، عشان انا عارفه ان السميد هيمتص، بس لو حضراتكم بتجربوا خلوا الميه اخر حاجه. مش قادره اقول نسبه الميه، ممكن تاخد كوبايه، تاخد كوبايه الا ربع، تاخد كوبايه وربع، على حسب نوع الدقيق والسميد، فانا مش هقدر احددها، لكن في الرينج ده. فالافضل ايدي فيها الميه انزل شويه شويه، انا اللي اتحكم في نسبه الميه مش العكس. وهنبص بصه كده على الكيك، لسه شويه مش عايزه افتح دلوقتي، خلينا نطلع الاول استراحه وندخل بقى نجوم الزعتر، مش عايزه ادخلها والكيك موجود، نطمن على الكيك الاول، وندخل نجوم الزعتر على حراره 180 على الشبكه في النص، مش المفروض انها تتلون، الا لو عايزين تدوها لون وتدوها من فوق مثلا مسحه بالبيض او معلقه عسل اسود او مخففه بميه ماشي، لكن عايزين تسيبوه كده انا افضل نسيبه كده ويبقى على لونه الطبيعي. هنستسمح حضراتكم في استراحه وهنرجع ان شاء الله للاكسترا تايم في انتظار حضراتكم.